السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي نحاولوا أننا ما أمكن نحلوا هذا التمرين المعقد. فاش كنقول تمرين معقد يعني كيكون فيه مونك في لي زاليمون. أشنو كنبغي نعني؟ دونك أنا كتكون عندي هنايا عندي واحد لا ديستانس، ياك عندي واحد لا ديستانس اللي هي دي، ياك عندي ما بين هاد جوج ديال لي ستاسيون عندي لا ديستانس، ولكن ما بين لا ستاسيون وهاد لونتين هذا ما عنديش هاد ال، دونك هادي مبهمه ودونك حتى هادي بتكون مبهمه. المهم خدينا حنايا لي زاليمون، انا حاولت الرسم هنايا الشكل اون رياليتي، حيت الا جيتو تشوفوا لي زونغل فيرتيكو يعني اون رياليتي بحال مثلا في ا 1 فيها 99، يعني ها هي ها فين كتكون 100 غراد نورمالمون 99 بتجي الفوق، فهمتي؟ هما هنايا دايرين هاد تحت في ا 1، يعني انا حاولت انني ندير ليكزيرسيس اكثر واقعيه، اتفقنا؟ اكثر واقعيه. دونك الحاجه اللي كيلقاو فيها بزاف ديال الناس وبزاف ديال الطلبه ولا التلاميذ اشكاليه في التمرين هو ما كيعرفوش كيفاش يجبدوا ديك ال كبيره او لا ال صغير، اتفقنا؟ ولاني صراحه هي فيها الخدمه بزاف، هي فيها الخدمه بزاف. اول حاجه قبل ما انني غادي نبدا غادي نحاول نقسم هنايا لسميتو دي اش، مثلا هاجي نعتبر لونتين نسميه اش عاجي نسميه اش ان، ياك هاد طريف هذا الصغير نسميه اش دو، ياك وهذا كله هذا كله هنايا نسميه اش 3، ياك نسميه اش 3 عادي جدا. كل المسائل خصنا ضروري نضبطوها. نمشي لحاجه اخرى اللي هي نمشي نسميها هاد اي، ياك نسميهم هنايا وكذلك هاجي كذلك هاجي، عطيهم واحد الاسم اللي هو بسيط، مثلا نعطي هاجي اي لا شي هادي ا اي ا ان نسميها مثلا اي ا ان، وهادي اي ا 2 وهادي اي بي 1 هادي اي بي 2، ياك مزيان. دونك حنايا نبداو على بركه الله. دونك اول حاجه خصني هذه المسألة هذه هي اللي خصني ندير، ما يمكنش نزيد عليها وما يمكنش نقص عليها، حيت هذه هي أول حاجة خصني نديرها، يعني خصني نقسم هاد اسميتو خصني نقسم هذاك لونتين ونحط ليه المسائل ديالو، كل حاجة نحطها في بلاصتها، اتفقنا؟ مزيان. حاجة أخرى أن ال لتذكيري فقط أن ال كتساوي ليا دي بلس ال، هادي خصني نكون عارفها مزيان، فهمتي؟ هادي خصني نكون عارفها مزيان. دونك نبداو على بركة الله، مادام شفنا هاد المسائل هادي و اش 3 هي اش، اش 3 هي اش، هي اش 1 بلس اش 2، ياك و اش 1 اللي حنايا كنقلبو عليها هي اش 3 موان اش 2. قاع هاد المسائل هادي خصني هي اول حاجه نبدا بها باش نضبط كل شيء الامور ديالي، اتفقنا؟ دونك نبدا ندير ابارتيغ دو ستاسيون اش ستاسيون ا، ماشي ستاسيون ا، ياك ندير بحال بغيت نحسب وبحال عندي لي زليمون كاملين، اتفقنا؟ ندير بحال عندي انا لي زليمون كاملي، فين غادي نمشي؟ غادي نمشي باش نحسب اش 3، ياك يعني غادي ندير طونجونت، ركز معايا مزيان، طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 شنو بيساوي ليا؟ بيساوي ليا اش 3 على اش على ال، ياك دونك ان ال
وكأن H3 عفوا شنو بتساوي ليا؟ H3 بتساوي ليا التانجونت ديال اي A1 plus I A2 fois L. هذه الحاجة الأولانية. والمعطى الأول جبدو. ياك. نمشي يا سيدي. أشنو نحسب؟ نحسب هاد H2. فهمتي؟ نحسب H2. نمشي وندير تانجونت ديال I A2 كيساوي H2 على L تاهو اللي هي H2 كتساوي تانجونت ديال I A2 فوا L. وفي واحد الناحيه فاش بتكون خدام بيبان لك هذا الشيء بلي راه ساهل جدا، فهمتي؟ في الاخر بيولي كيبان لك هذا الشيء بلي راه ساهل وما فيهش حتى شي غرام ديال العذاب. اتفقنا؟ ما فيه حتى شي غرام ديال العذاب. صافي انا دابا ساليت من ستاسيون ا، دونك بغيت نمشي بغيت ندير ا بارتير دو ستاسيون بي. واحد المساله اخرى فاش انا غادي نبغي نحسب من بي، بغيت نلقى بلي راه خصني هذا حتى هو نقسمو على جوج. دونك عندنا اش ان شنو بتسوى ليا؟ باش تولي اش بريم تسوى لي اش سكوند، يعني ان اش ان كتساوي ليا اش بريم بلس اش سكوند. اتفقنا؟ نمشيو معاه بشويه بشويه. نمشيو اسيجي نحسبو اش بريم، يعني التانجونت ديال اي بي ان بيساوي ليا اش بريم على ال صغيره، يعني ان اش بريم بتساوي التانجونت ديال اي بي ان و ال. ياك شو كاع اللي كندور عليهم عرفهم راه مهمين وبزاف. نمشي عاود ثاني نحسب اش سكوند. اش سكوند سي جي، اش سكوند سي جي غادي نمشيو نديرو التانجونت ديال اي بي 2 كتساوي h سكوند على l، اللي هي ان h سكوند بتساوي هادشي كيبغي شويه الخاطر وتبقى غادي معايا، يعني ماشي غير تعقل على المراحل، لا تكون غادي معايا. h بريم هي التانجونت ديال اي بي 2 فوا l. ياك ها هي. اشنو قلنا حنايا؟ انا عندي اش بريم، عندي اش سكوند. اشنو قلنا؟ ان اش ان كتساوي ليا المجموع ديال اش بريم واش سكوند. دونك بغيت ندير ان اش ان كيساوي ليا اش بريم بلس اش سكوند، يعني بيساوي ليا طونجونت ديال اي P1 fois L plus tangente ديال I P2 fois L. يعني ممكن أن نقول أن H1 كيساوي L عامل التانجونت ديال I P1 plus tangente ديال I P2. هذا من جهه، هذا من جهه. ايوا رد معايا البال، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. رد معايا البال، رجع معايا الهاجي.
ياك رجع معايا لهاجيك. اش ان هو اش؟ اش ان هو اش؟ هو اش 3 هذا موان اش 2 موان هذا. دونك خصني انا نكتب هذا التعبير كله، نكتب هذا التعبير كل وحده اشنو كت كل وحده اشنو كتعبر لي على الحاجه ديالها ونكمل ياك. دونك بغيت ندير ان نحاول نكتب طول احسن، نكتب ان اش ان ياك انا نكتبها هنايا باش تبان باش نكتب هنايا اش ان كتساوي اش 3 موان اش 2 ياك. ها هي سيجي، ها هي اش ان هي ال عامل طونجونت ديال اي بي 1 زائد طونجونت ديال اي بي 2 كتساوي اش 3. فين هي اش 3؟ هي طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 فوا ال موان. ونفتح القوس ياك، ونفتح القوس. نعم اسيدي، اشنو غادي ندير؟ اشنو غادي نكتب؟ اش 2 فين هي اش 2؟ هي طونجونت ديال اي ا 2 فوا ال. ونسد القوس ياك. دونك انا حتى هنا الامور عندي مزيانه. غادي نجي نعم اسيدي لهنا، غادي نعاود هاجي ياك، وغادي ندير تساوي، وغادي نعمل بال. دونك ال عامل لاش الطونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 حيت الا ما علمناش هاد اي ا 1 و اي ا 2 هنايا ما غاديش تعرف فين تعوض باش انك تخدم نيشان. ناقص طونجونت ديال اي ا 2 وسد عليا القوس. اتفقنا مزيان. اشنو غادي نعاود نديرو؟ غادي نعاود نكتبو هاجي ياك. واشنا هي ال؟ شنا هي ال هنايا؟ شنا هي ال هنايا؟ ال هي دي بلس ال. دونك انا علاش تنقلب انا هادشي كامل؟ هي باش انني نلقى دي بلس ال ياك. دي بلس ال ونفتح القوس طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 موان طونجونت ديال اي ا 2 اتفقنا. نعاودو هادشي تاجي وتبقى تتعاود، يعني احسن نديرو غير جوج ديال الخطوط. اشنو غادي ندير؟ وراه بطبيعة الحال خصني انا ننشر دابا، خصني ننشر اتفقنا. دي نعطيها لهذوك كاملين، و ال عاوتاني نعطيها لهذوك كاملين اتفقنا. يعني بغيت ندير دي فوا او لا دي طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 عفوا بلس ولا موان عفوا موان موان دي موان اي ا 2 ياك. عاد بغيت ندير بلس ال صغيره عامل طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 موان ال عامل الطونجونت ديال اي ا 2 شتي فين ولا؟ شتي فين ولينا؟ نحاولو نكتبو هاجي احسن دابا. اي بي 1 زائد طونجونت ديال اي بي 2 ياك.
هيا دابا انا اشنو مطلوب مني؟ المطلوب مني هو انني اللي جا ال ياك، وانا اشنو هي الحاجه المجهوله عندي في هذا الشيء كله؟ يا ال، دونك بغيت نحاول نجرها لواحد الجهه بحال خدام في معادله، يعني بغيت ندير ال طونجونت ديال اي بي 1 بلس طونجونت ديال اي بي 2، هادي هادشي هذا هادشي وهادي كلهم بغيت نجيبهم لهاد الجهه، يعني بغيت تبدل لهم الاشاره. دابا تولي موان ال عامل الطونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 ياك، كذلك هنا بغيت تولي بلس ال طونجونت ديال اي ا 2، اتفقنا؟ عاد بغيت ندير تساوي وبغيت نحط هذا الشيء اللي هو دي دي طونجونت اي ا 1 موان اي ا 2 موان دي موان دي طونجونت اي ا 2 ياك، باين هادشي مزيان. انا هادشي كله هاجي وهاجي وهاجي شنو عندي فيهم؟ كلهم فيهم ال، دونك يمكن ليا انني نعمل بال، يعني ندير ال عامل الطونجونت ديال اي بي 1. نقول لك واحد المساله، شي الا ما كانش عندك الخطره ما غاديش تقادها، هاجي غاديش تقادها بالمره. طونجونت ديال اي بي 2 موان طونجونت ديال اي ا 1 بلس اي ا 2 بلس طونجونت ديال اي ا 2 ياك، وهادشي عاوتاني بغيت نعمل بالدي دي عامل طونجونت ديال اي ا 1 بلس جابتكم بلس جابتكم بلس هنايا اي ا 2 موان طونجونت ديال اي ا 2 ياك. هنا شنو بغيت ندير؟ بغيت نهز هاد الشيء وبغيت نقسمو على هذا، يعني اشنو بغيت ندير انا نيشان؟ بغيت ندير ال، لا بغيت ندير ال كتساوي، ركز معايا، نهز هاجي هاي سي جايرة الأمور سهلت. هاي ال كتساوي هاد العجب كامل. ملي غادي تلقى ال، ملي غادي تلقى ال اشنو غادي تلاحظ؟ هذا هو التعبير اللي غادي تخرج عليه ال. حنا كنعرفوا ان ال كبيره كتساوي دي بلس ال، انت لقيتي ال وعندك دي، دونك بغيتي تجبدها وبغيتي تخدم. انا الاساس عندي في هذا الاكزرسيس هذا هو كيفاش تلقى ال اللي كيلقاو فيها تلامذ صعوبة كبيرة باش انهم يلقاوها. وكاين بعض التمارين هادو اللي كيقول لكم الاستاذ وديروهم زائد 5 نقاط حيت كيعرفوهم صعابين بزاف، فهمتي؟ كيعرفوهم صعابين بزاف، داكشي علاش نقدروا نقولوا كيتهكموا على التلميذ حيت عارفينهم ما غاديش يخرجوهم، فهمتي؟ دونك هذه المسألة هادي راه سهلة وسهلة بزاف، ونتمنى انكم تكونوا توفقتوا ان شاء الله في الفهم ديالها، وراها سهلة وما فيهاش الاشكال، شويه ديال التركيز وراه غادي يكون خير ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.